تا وين رايح؟ عن جد طلعت ما بتخجل، عمك وحماتك اجوا لهون كرمالك انت، وما ازعجت حالك واجيت تشوفهم وتحكي معهم، او حتى رديت على اتصالاتي. يلا عملني العاطل مثل كل مرة. اللي مين اللي عم يقول لك هيك؟ هدول يلي اجوا على بيتنا، ليش كانوا هو؟ اجوا ليعطوك شك المصاري بعدين راحوا. هالعالم اول شي فرضوا بنتهم علي، وهلا بدهم يعطوني مصاري لسكر تمي؟ ما بدي هدول المصاري. بابا بترجاك رجالهم هالشي. تزوجت بنت منيحة بلا ما تتعب حالك بأي شي. بنت منيحة؟ في طابور طويل من الناس واقفين بدهم يتزوجوا بنت مثلها. أنا ما بدي اتزوج بنت مثلها، رح ضل كل حياتي متضايق بسببها. بلا حكي فاضي، هالبنت بريئة وطيوبة وما بتلاقي مثلها، لا تخليها تغير اسلوبها معك. عن جد؟ ايه خليها تجرب لك، رح خليها تشوف نجوم الظهر. شو انت جنيت؟ ساجدة لازم تروحي تحكي مع ابنك، إذا ما عطيتي درس كل البيت رح يسمع صوتنا. طيب خلص ماشي، أنا رح أحكي معه. أنت لا تشغل بالك بالموضوع، كل شي بيصير بالرواق. هلأ رجعت على البيت ما بدي يصير مشاكل. أنا بستغرب كيف في ناس لهلأ هيك بيقبلوا يجوا بدون عزيمة لعنا. شيلينا من هالسيرة بقى، أخدت الشيك؟ منيح يلي تذكرت، بس نحن لازم نقرر شو بدنا نعمل بهدول المصاري. يلا شراب الشاي رح يبرد.